تفاجأ عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بخبر طرد الممثلة السورية نسرين طافش من بطولة مسلسل المداح بجزئه الثاني، وذلك بعد أدائها دور البطولة في الجزء الأول. وفي التفاصيل، تم الحديث عن طرد الممثلة السورية نسرين طافش من بطولة مسلسل المداح في جزئه الثاني، وذلك لأسباب عديدة ومختلفة. بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن نسرين طافش طردت من العمل بعدما ألقي القبض عليها في وضع مخل مع أحد أفراد طاقم العمل أثناء تصوير الجزء الأول من مسلسل المداح، وهو ما لم يعجب الشركة المنتجة، ولكي لا يتأثر الجزء الأول من العمل قررت الشركة السكوت عن هذا الفعل الذي قامت به نسرين طافش. ولكن مع انتهاء الجزء الأول وبدء العمل على الجزء الثاني، قرر القيمون على العمل استبعاد نسرين طافش واستبدالها بالممثلة المصرية هبة مجدي. ناشطون آخرون شككوا في الأخبار التي تناقلت عن الفنانة السورية، معتبرين أنه منذ تم الكشف عن علاقتها بتيم حسن وشيوع خبر تواجدها في إحدى الشقق معه، لاحقت الشائعات نسرين طافش، مشيرين إلى أن أداءها السيء وعدم إتقانها للهجة المصرية بشكل جيد هو الذي دفع الشركة المنتجة إلى استبدالها. وفي الوقت الذي تباينت فيه الأسباب وراء خروج نسرين طافش من الجزء الثاني من مسلسل المداح، كشفت نسرين عن سبب رفضها المشاركة في الجزء الثاني عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت نسرين طافش: اعتذرت عن المشاركة في مسلسل المداح بالجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسمياً بمسلسل آخر وهو جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في الوقت نفسه. محبو الفنانة السورية اعتبروا أن منشور نسرين طافش جاء بمثابة رد على كل الشائعات التي طالتها.